أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأيام المستحب صومها من نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي الأيام المستحب صومها للحاج في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة؟ نعم، العشر الأولى يستحب صومه للحاج وغيره، لكن يوم عرفة لا، يستحب صومه لغير الحاج، أما الحاج فيستحب أن يفطر. نعم، انتهى. أحسن الله عليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.